ثبت سعر النفط بالقرب من 41 دولاراً للبرميل، مع تقرير يشير إلى مكاسب مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية، بينما لا تزال المخاوف قائمة بشأن تأثر الطلبات بارتفاع معدل عدوى فيروس كورونا. وأفاد معهد البترول الأمريكي أن مخزون النفط في البلاد ارتفع بواقع 2,050,000 برميل الأسبوع الماضي، مع ارتفاع إمدادات النفط في كوتشينج بولاية أوكلاهوما للمرة الأولى منذ أوائل مايو الماضي. تأثر الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات بسبب ضعف الطلب العالمي، حيث ارتفعت طلبيات المصانع والإنتاج الصناعي بشكل أقل مما توقعه الاقتصاديون في مايو الماضي نتيجة تراجع الطلب من خارج منطقة اليورو، حيث شكلت الشحنات في الخارج حوالي 47% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. تظهر بوادر أن حزمة التحفيز في الهند، والتي تبلغ قيمتها 277 مليار دولار، تساعد في إعادة فتح سوق السندات لصغار المقترضين، وكذلك تخفيف أزمة الائتمان في البلاد. هذا وقد تم إصدار سندات الشركات بالعملة المحلية ذات التصنيفات المختلفة ليرتفع سعرها إلى أعلى مستوى لها في 15 شهراً الماضية، حيث بلغ 51.7 من 10 مليار روبية، أي ما يعادل 690.5 من 10 مليون دولار أمريكي في يونيو الماضي.